يعني الحقيقة أن هذه حقيقتهم أصلا ظهرت على ألسنتهم وعلى يعني بالصوت والصورة. نعم. فنحن عندما يعني تحدثنا من قبل بأن هؤلاء مجرمون، هؤلاء يعني لا أعرف كيف أصفهم حتى يعني تجاوزوا مراحل أصبحوا محترفين في الإجرام، يعني يفرحون ويحتفلون بكل ما يصيب الـ 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 يعني أهلنا في أي مكان. والله نحن حتى هؤلاء يعني الناس اللي في بنغازي وفي المنطقة الشرقية نعرف أن كثير منهم يعني أبرياء، وهناك كثير منهم يعني بعيدين جدا كل البعد عن هذا. والله لا نتمنى لهم إلا كل خير. والله حتى عندما نسمع أن يعني عندهم غلاء أسعار أو أنهم يقفون بالأسابيع أمام المصارف حتى يتحصلوا على المئة ولا 200 دينار، يعني كلنا تأثر فينا، نعرف أن في ناس طيبة لا علاقة لها لا بحفتر ولا بمشروعها العسكري ولا يفرحون بالدولة البوليسية ويعني تضرروا، هم أكثر الناس المتضررين نتأثر لهم. فكيف يعني هؤلاء هم هذه حقيقتهم أصلا، يتمنوا دمروا بنغازي ويتمنوا الآن أن تدمر درنا بالكامل بما فيها وبأهلها كلهم، يتمنوا حقيقة ويفرحون بالدمار في مدينة مصراتة وفي طرابلس، يعني بالصوت والصورة كل شيء موثق، فهم يفرحون بذلك ويتبنون ذلك ويدعون إلى ذلك ويقولون ستكون هناك أخبار صارة وغيرها من الأخبار. ثم بعد ذلك يترك هذا المجرم والمعترف بذنبه وجريمته ويتهم البريء ويتهم يعني من أحسنت إليه لذلك وأهل المدينة. نعم. يعني الحقيقة أن قياس أنت جئت على أمر مهم جدا، يعني بدل من أن تحرم على حفتر وعلى أن الدولة العسكرية والدولة البوليسية يعني لا تكون نهايتها إلا هذا الدمار والخراب وغلاء الأثار، ولا يدعون إلى دولة مدنية. طيب. أو دولة مؤسسات أو دولة حضارة أو ناس راقية. يعني انت يعني شفت الشيخ الصادق الغرياني الان والشيخ نادر العراني رحمه الله وغيرهم عندما يتحدثون عن بناء الدول وعن عمر البلاد وعن يعني راحة السكان وامنهم. نعم شيخ محمد التائب، خلوهم يذوقوا الى واضح.